اهلا بكم على لالا بلس، معكم مروه بالحسين خبيره الشعر والتجميل. وصفتنا اليوم كتهم واحد الفئه كبيره من الناس اللي عندهم مشاكل في فروه الراس، قشره، اكزيما، حكه الى غير ذلك. دونك وصفتنا كالعاده سهله بسيطه وفي دقائق. دونك من المكونات الوصفه ديالنا عندنا زيت النيم، وحنا كنعرفوا بان الفعاليه ديال زيت النيم بالنسبه للفطريات ومشاكل فروه الراس، خصوصا ان النيم هي واحد العشبه هنديه. دونك خصنا غير نتاكدوا بان المنتوج ديالنا يكون اصلي، مطحون بطريقه اللي كتكون يعني مستخلص بطريقه اللي كتحترم معايير الجوده والصحه العالميه. ثم عندنا زيت الريحان، ثم زيت المرمية للإشارة، فإن المرمية تهي كتعاوننا على انخفاض درجة الشيب والحد منه في الشعر ديالنا. دونك كناخدو كنخلطو ملعقة من زيت النيم، كيف ما كتشوفو هو واحد الزيت اللي كيكون عقد جدا، دونك نتأكدو بأنه محلول أصلي 100%. ثم ملعقة من زيت الريحان مع ملعقة من زيت المرمية، دونك كنخلطو الخليط ديالنا بهذه الطريقة، ثم كنقومو بالدعك ديالو على فروة الرأس، يعني بواحد الطريقة اللي كتكون دائرة، وفي نفس الوقت كنقومو بواحد المساج لفروة الرأس ديالنا، كنشققو شعرنا، ومن بعد المساج كنعملو واحد الفيلم بلاستيكي وكنخليوه لمدة ساعة كاملة. بعد ذلك يشطف الشعر بماء فاتر ويغسل بالشامبو والبلسم طبيعيا انه بدون سلفات. نتمنى بان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، والى اللقاء في وصفات جديده ان شاء الله.